الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه سنة 69 و200. قدمنا في الدروس الماضية أن الموفق أبا أحمد كان قد حارب الخبيث صاحب الزند، قاتله بطريقة الصبر والتباطؤ مع الثقل. أن أبا أحمد كان لا يريد حصاد نتائج سريعة، كان يريد أولا تفتيت قوة هذا الرجل من الداخل وقهره من الخارج، فكان عملية التفتيت من الداخل كانت عن طريق أنه أمن كل من جاء، وليس فقط الأمان، إنما أيضا حباهم ووصلهم ودر الأرزاق لهم وجعلهم في مكانة كبيرة، بحيث أن كل من كان عند الخبيث صاحب الزند أنه يستطيع أن يدخل عند أبي أحمد ويستطيع أن يكون في أمان، هو وماله وأهله. أما من الخارج فكان استعدادات أبي أحمد كانت استعدادات عسكري ناضج، وإنسان يحسب لكل مرحلة حسبتها، عنده قتال بري وعنده قتال بحري، فاستعد من كل هذه الجهات، وأيضا حتى يعني يجعل الأمر ليس الصبر فقط لجنوده، إنما أعطى حالة استقرار لجنوده، بحيث أنه بنى المدينة المعروفة بالموفقية، كأنه يقول إنما أنا جالس ها هنا حتى يفتح الله علي. وهذه بحد ذاتها هي حرب قاتلة. فكان أبو أحمد هذه الطريقة الفنية التي أخذها، وظل هذا الأمر يعني حتى اقتحم المدينة المختارة لصاحب الزند وهدم أسوار، ثم عاد إلى الموفقية ثم اقتحمها مرة أخرى ثم عاد، وهكذا. إنما هي عملية كما قدمنا أنه مثل ما يضرب المثل في ابن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية، يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عندما أراد المقارنة بينهما، قال شيخ الإسلام بن تيمية يأتي إلى الحائط فيصدمه تلك الصدمة فينهار هذا الحائط، أما ابن القيم فيأخذه حجرا حجرا ويفتته حجرا حجرا. فطريقة ابن القيم تجعل الخصم لا يستطيع أن يعيد البناء. شيخ الإسلام تيمية عندما يسقط الحائط ربما تكون هناك بعض الحجارة صالحة، فهذا فكرة الموفق، أنه لا تهدم مرة واحدة ربما أعاد تجميع الجيش، ولكن فتته واحدة واحدة حتى إذا انهار لا يستطيع أن يقوم مرة أخرى. في هذه السنة رجل يقال له العلوي المعروف بالحارون دخل إلى معسكر أبي أحمد. دائما إذا استسلم الجنود الصغار هذه ليست مشكلة، جنود ليست عندهم تلك الحماسة، ليس عندهم الصبر، يريدون يطمعون في الدنيا، لكن إذا استسلم قوادك، يعني عندنا حين لواء مثلا مرتبة عسكرية عالية جدا لا يصلها الإنسان إلا وقد قدم من التضحيات شيء كثير، فإذا استسلم هذا اللواء أو دخل عند العدو هذا يحطم المعنويات. فهذا العلوي لما دخل إلى عسكر أبي أحمد قام أبو أحمد فحمله على جمل وجعل عليه قباء ديباج وقلنس طويلة، ثم أركبه شاذة أي السفينة، ثم أمر بحيث يراه صاحب الزنج ويسمع كلام الرسل. هذه نقطة دائما الحرب النفسية. في هذه السنة قطع الأعراب قافلة من الحاج. قضية القوافل الحجاج، الناس ليست يعني ليست على دين في جميع مراحلها، يعني دائما الذي يبتعد عن العمران يكون في البادية، والبادية دائما تجد فيهم غلظة، أيضا شظف العيش والفقر، فيبدأون يتهاونون في المحرمات، فيرون أن قتل الحاج وأخذ أموالهم كأنها مباح، يقولون أنهم يعني استاقوا وسلبوا 5000 بعير بأحمالها وأسروا ناسا كثيرين، وهذا يعني شيء يعني محزن جدا. في هذه السنة سنة 69 و200 في المحرم في ليلة 14 انخسف القمر وغاب منخسفا، وانكسفت الشمس يوم الجمعة لليلتين بقيتا من المحرم وقت المغيب وغابت منكسفة، يقول فاجتمع في المحرم كسوف الشمس
والقمر. دائما هم يتحدثون مرات عن بعض الغراب، كما قدمنا في الدرس الماضي أنه صادف الأحد عيد المسلمين، ثم دخل الأحد الذي بعده اليهود الشناعين، بعدين دخل الأحد الذي بعده الفصح، ثم النيروز، ثم الأحد الذي بعده خرج الشهر رمضان، دخل رمضان، الأحد الأول كان رمضان، الأحد الذي بعده شعانين، الأحد الذي بعده الفصح، الأحد الذي بعده النيروز، والأحد الخامس كان خروج شهر رمضان. فهذه دائما يذكرون من باب الغرائب. في هذه السنة أيضا في بغداد وثبت العامة على رجل يقال له إبراهيم الخليجي. هذا الرجل عنده غلام رأى امرأة بسهم فقتلها، فلما أراد الاستعداء عليه طردهم. فلما الناس دائما الناس تسمع أن هناك امرأة قتلت، من قتلها؟ غلام. ماذا فعلوا به؟ طردهم سيدهم وأهانهم والكلام يكثر، قال لهم كذا وقالوا له كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، ويبدأ انتشار الخبر، ثم تبدأ الناس أصلا هي تغلي تريد الانفجار. فذهبوا إلى داره وانتهبوا منزله ودوابه. فالآن عملية غضب الناس كيف تسكتهم؟ قام رجل قال له محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، فجمع ما استطاع من أموال هذا الرجل وسلمه إلى هذا الرجل، وأمر الناس أن يهدوا حتى نعرف من القاتل، وسوف نقتص لكم من هذا القاتل. السلام الله وبركاته. المهم أن رجل قال له ابن أبي الساج، هذا رجل أيضا في الطائف قاد جيشا واستطاع يعني أن يهزم ناسا في بماله وسلاحه. في هذه السنة أيضا الآن قدمنا، نحن ما قدمنا أو ما أخذنا عن أحمد بن طولون. أحمد بن طولون هذا كان عامل ماشي. في هذه السنة أحمد بن طولون وثب على الشام، الثغور الشامية. أحمد بن طولون لا زال إلى الآن له جامع في مصر، وحكمه على مصر أشبه ما يكون بالمملكة الخاصة له. أحمد بن طولون أيضا له مطامع توسعية، سبحان الله، ارتبطت مصر بالشام. الذي يستطيع أن يأخذ مصر ويأخذ الشام يستطيع أن يتحكم على رقعة كبيرة. لو لاحظنا محمد علي باشا، محمد علي باشا كان استحل مصر ثم استحل الشام، نفس الطريقة جمال عبد الناصر لما أخذ مصر عمل الوحدة معه الشام. فهذه مرتبطة ببعضها. لكن أحمد بن طولون كان له رجل يقال له وثاب أو ثوب، فهذا الرجل كان على الثغور الشامية، وكان له غلام يقال له بيا زمان. هذا الرجل يعني استطاع أن يطرد خادم أحمد بن طولون، ثم لعنه على المنابر، وما كان من أحمد بن طولون إلا أن قاد معركة ودخل إلى دمشق، ومن دمشق ذهب إلى أذنة منطقة في الشام داخل عند طرسوس، ثم يعني لما شافهم ما يستطيع دخل عليهم فتح عليهم الماء، لكنهم استطاعوا أن يقاوموا، فرجع مرة أخرى إلى أنطاكية إلى حمص، ثم عاد إلى دمشق. المشكلة أن أحمد الموفق أبو أحمد، الموفق أبو أحمد في هذه السنة دائما الانتظار ليس في صالح أحد، ليس في صالح المحاصر وليس في صالح المحاصر، دائما انتظار مشكلة. أنت جرب أن تنتظر، يعني عندك عمل وعندك انتظار، ستجد أن الوقت لا يمشي سريعا، ثم تبدأ تحسب الحسابات، ثم تتوتر، ثم تبدأ ذهنك يذهب ويجي، ثم تبدأ تلاحظ العيوب، ثم تبدأ حتى تنفجر في لحظة، وأيضا الأمر لا يستدعي أن تغضب أساسا. أبو أحمد يعني أول لما قتل بهبود قدمنا في الدرس الماضي، هذا الرجل كان يعتبر من قادة الخبيث صاحب الزنج، وكان يعني رجل يعني مخلص إلى أبعد الحدود، فأثر مقتله في الخبيث. المشكلة
أن هذا الرجل انتشر أن عنده كنوز وأموال، وقيل خلف أكثر من 200,000 دينار وجوهرا وذهبا وفضة. من الذي طمع فيها؟ صاحب الزنج. لما طمع فيها حاول قدر الإمكان أن يعرف، لما أصبح الأمر غامض خرجت فكرة أن لعل أصحابه يعلمون لكنهم يريدون أن يستأثروا بها، فما كان منه إلا أن جاء بقرابة بهبوث وأولياء وأصحابه، فبدأ ضربهم بالسيار، بعدين انتقل نقطة أخرى، هدم دورهم وأبنيتهم، ثم طمع أن يكون المال موجود مدفون في إحدى هذه الدور، فما كان منه إلا أن أفسد قلوب أصحابه بهذه الفعلة. الآن لما علم الموفق، دائما استغلال الفرص كما يقول المتنبي، بذا حكم الدنيا على أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد، فما كان من أبي أحمد إلا أنه سمع بالخبر فأعلن للناس من أصحاب بهبوث أن لكم الأمان، فسارعوا في الهروب من الخبيث ودخلوا إلى أبي أحمد فألحقهم بالصلات والجوائز والخلع والأرزاق وجمعهم مع نظرائه. الآن أيضا أصبح أبو أحمد يقول لماذا لا أوسع على أصحابي، فاتخذ الجانب الغربي، ثم أمرهم بإصلاح موضع الخندق، وبذلك جعل نوابه أو القادة عنده على نوائب، كل يعني 10,000 رجل مع قائد يحرسهم الساعة 12 ساعة ب12 ساعة مثلا، أو 8 ساعات ب8 ساعات ب8 ساعات، وانت وهكذا يذهب هؤلاء يأتي بهؤلاء، إلى أن يعني أحكم أمر العسكر. فما كان من الفاسق هذا أيضا، لا تنتظر، خير وسيلة للدفاع هجوم، فقال لماذا أنتظر ويجهز هذا الموفق علي كل الطرق حيث أنني أهلك كأنني ثعلب في جحر، إن تركته مات وإن خرج قبضته علي. فجمع علي بن أبان المهلبي وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر وجعلهم أيضا نوائب، وأمرهم أن يجعلوا الأمر بينهم، وزيادة حتى يصبح الأمر أكثر جدية قام ابنه المعروف بأنكلاي أن يأتي كل هؤلاء القادة، يعني يأخذ عند هذا نوبة ويأخذ عند هذا نوبة، إلى أن جاء يوم حاول قدر الإمكان أن يجعل الأمر كأنه حدث، فنظر الخبيث إلى موقعة طريقة غفلة أصحاب الموفق في الجانب الغربي، فبمجرد غفلتهم استطاع أن يطوق وقتلوا، يعني مقتلة ليست بالهينة، بذلك دفعت معنويات الخبثاء وهبطت معنويات يعني أصحاب الموفق. أيضا الآن الأمور ليست تمشي على أهوائهم، يعني الآن الرياح لما عصفت ذهبت السفن الموفق إلى عند الخبيث وأصحابه، فاستطاع أن يقتلونهم وقد عزلوا عن أصحابه. الآن الموفق لما رأى أن تدبيره قد ينقض وأن الذي خطط له قد انحل، فما كان منه إلا أن قام بنفسه فدخل المعركة حتى يقوي من عزم أصحابه، فبدأ يجهز وبدأ يعني يأخذ الأمر بكل ما يستطيع من قدرات عسكرية. المشكلة أن الجانب الذي فيه أصحاب الذين قتلوا كانت أدغال، فالزنج أعلم بها منهم. أيضا قال الرأي الآن أن نذهب إلى نهدم السور، هدم السور هذا راح يعطينا مجال أن نلهي أصحاب ذاك الرجل. لكن الموفق لما رأى يعني أن الأمر زاد عن أيامه وأن الفسقة سوف يبدأون بمحاولات كما يقولون الحرب المعاكسة، قام وقال الآن نعمل عمل يعني غريب جدا،
جاب الشذوات وغطاها بجلود الجواميس وغطاها بمواد معينة وأدوية ومستحضرات. لماذا؟ قال لأن هذا العمل سوف يخفف، لأن الخبيث كانوا يسكبون الحجارة والرصاص المذاب وهذه الأمور سوف تمنع التقدم، لكن لما غطاها بجلود الجواميس وجعل هناك مستحضرات والأدوية معناته أن هذه سوف تجعل هناك حماية. إذا كانت تحترق مثلا في ساعة سوف تحترق بعد 10 ساعات. فطريقة الموفق كانت جيدة. بدأ وهو يجهز، بدأت معركة أخرى كان قائدها من جهة الخبيث رجل قال له أبو النداء، فقام أحد الغلمان وضرب هذا الرجل على صدره حتى اخترقت ظهره، فلما قتل انهزم أصحابه، فما كان من الموفق إلا أن كافأ هذا الرجل على هذه الموقف. الآن الخبيث عمل عمل آخر، لما قال بناء السور سوف يهدم فماذا فعل؟ حفر خنادق وأجرى الماء على السباخ فأصبحت الأرض طينية، وهذه الخنادق سوف تجعل الأمر صعب المثول. لكن لما أراد أبو أحمد أن يقتحم وأن يباشر بنفسه ما كان منه إلا أن يعني ضرب بسهم اخترق صدره. يعني هم دخلوا المدينة، هدموا السور، دخلوا المدينة، طوقوها من جميع الجهات، ويعني درجة أن المسجد حاولوا الدفاع عنه بشتى الطرق. هؤلاء يعني أبو الموفق لما دخل المدينة ماذا فعل؟ هدم البيوت وهو يمضي يهدم البيوت. النقطة التي سوف يجتمعون فيها هي المسجد، سماه المسجد الجامع. هذا المسجد يعني جعل الخبيث يقول هذا المسجد هو نقطة عزنا ونقطة ذلنا، إذا تركناه يهدم فمعناته أننا قد ذللنا وذللنا. فما كان منهم إلا أن حموا عنه حماية شديدة. يقول الراوي يعني جعل أحدهم يقف الموقف فيصاب بسهم أو طعنة أو ضربة فيسقط فيسحبه صاحبه ثم يقف مكانه إشفاقا أن يخلو موقف رجل منهم فيقع الخلل. لما أرى أبو أحمد هذا الأمر وشدة كلبهم أمر ابنه أن يدخل المسجد من الجهة الأخرى، وأمره أن يتخذ أنجد أصحابه وغلمانه وأضاف إليه الفعلة وأعطاهم السلالم وجعل يحميهم بالرماة. فما كان منهم بعد الصبر الطويل وهدم الدور إلا أن جاء سهم من سهام الفسقة إلى الموفق فأصابت صدره في يوم الاثنين لخمس بقين من جمادى الأولى سنة 69 و200. أبو أحمد لما ضرب ستره لأن الموقف لا يستدعي أن أي توتر. يقولون أن رجلا وهرج كان قد بعثه كسرى مع سيف ذي يزن. سيف ذي يزن تعرفون أن الحبشة غزت اليمن واستحلتها قرابة 70 سنة. خرج سيف ذي يزن إلى الروم يطلب من قيصر مساعدته، فقيصر قالوا له حاشيته قالوا له هذا الرجل وثني لأن عباد الأصنام والحبشة يتبعون دين النصارى، فكيف نساعد هذا الوثني على قتل أصحاب ملتنا؟ فأعطوه مال 7 سنين جلس ما وجد يعني أذن صاغية فانتقل إلى كسرى. فكسرى لما دخل عليه رأى أن الأرض بعيدة، كسرى في فارس واليمن بعيدة وليست هناك مصالح لكي يذهب إليها، فما كان منه إلا أعطاه 1000 دينار وقال خذها هذه هدية الملك. فلما خرج فك الكيس وسكبه على الأرض فانتهبه الناس، فأرجعه الملك قال لما فعلت هذا؟ يعني كأنها إهانة لهدية الملك. قال ما أحتاج إلى المال، جبال أرضي كلها ذهب، يعني هذا الذهب لا أريده، جبال أرضي كلها ذهب. فقال انتظر، جمع حاشيته قال أشير عليه، فأحدهم أشار عليه قال انظر في السجن،
في سجنك هناك قرابة 3000 رجل محكوم عليهم بالإعدام، ضعهم على ظهر السفن وأرسلهم معه، فإن قتلوا هم أصلا محكوم عليهم بالإعدام، وإن انتصروا ملكهم ملكك. فوضعهم على 3 سفن وأطلقه، فغرقت سفينة ورست سفينتها. لما نزلوا من الذي كان يحكم؟ مرزوق ابن أبرح، وكان على فيل، فقال وهرز انتظروا. فانتظروا انتظروا، قال أين هو؟ قال ركب حصانا. قال دعوا. ثم انتظر مدة ثم قال أين الرجل؟ قالوا ركب بغلة، فيل حصان بغلة. قال زال ملكه، ابنة الحمار ركب ابن معروف البغلة ليس لا تصلح للكر ولا للفر. قال زال ملكه، ابنة الحمار. ثم يقولون كانت قوسه من شدة قوة الوتر لا يستطيع أحد أن يربطه الطرف الآخر إلا هو لشدة قوته ومتانته. ثم رفع حاجبه ثم وضع السهم في كبد القوس وقال اعلموا أني سأصيبه، فإن اجتمعوا عليه فقد قتلته، وإن اجتمعوا ثم انفصلوا فإن الرجل حي. يقول فضربه وكانت بين جبهته جوهرة، فالسهم اخترق الجوهرة مع دماغه فسقط، فظلوا مجتمعين عليه. قال الآن اغزوهم. فالموافق لما أصيب بالسهم لو سقط سيجتمع الناس عليه فيكون الأمر في هرج ومرج، فما كان منه إلا أن ستر ذلك حتى دخل مدينته الموفقية فعولج في تلك الليلة. ثم قالوا له يعني ارتاح، قال الآن هو الخطر، أعظم موقف الآن. فخرج وعاد للحرب، ومن شدة ما بذل بدأ الجرح يؤلم أكثر، خارت قواه حتى لم يستطع أن يتحرك، فما كان منهم إلا أن نقلوه مرة أخرى، واضطرب العسكر والجند والرعية، وهو خاف يعني أن المدينة التي فتحناها والأمر الذي خططت له أنه قد يكون يعني تنحل عقدة ما أبرمت. أيضا هناك أصيب من هؤلاء الزنادقة أصيبوا من الرعب والخوف شيء عظيم، فإن علموا أن هذا الرجل أصيب وهو القائد سوف يكون تقوية لقلوبهم. أصحابه أصحاب الموفق وخاصته أشاروا عليه أن يكون يعني أن يذهب إلى بغداد، لكنه أبى ذلك. الضربة متى جاءته؟ في جمادة، جمادة الآخر، بعدين رجب، ثم شعبان. في شعبان تحسن واستطاع أن يتمثل للشفاء، ثم قاد المعركة مرة أخرى. لما قاد المعركة مرة أخرى كان الخبيث بلغه الخبر أن الرجل أصيب بمقتل، فكان يصعد المنبر ويقسم لهم أن هناك أمور سوف تحدث وأن هذا الموفق سوف يأتيكم خبره. فركب شاذة ولبس لباسه وذهب حتى رآه أصحاب الخبيث، فجعل يقسم هذا الخبيث أن هذا باطل وإنما مثل لكم ليموهوا. في هذه السنة المعتمد وهو الخليفة أراد أن يخرج من بغداد ويذهب إلى مصر، لأن أحمد بن طولون ثبت قوته فهو أراد أن يحتمي به، فخرج منها إلى منطقة يقال لها الكحيل. لما ذهب إلى الكحيل هناك التقى مع بعض قادة أحمد بن طولون، ثم أصبحت مفاوضات بين قادة المعتمد وقادة أحمد بن طولون. أسفرت هذه المباحثات وهذه الأحوال إلى أن قام المعتمد وأرجعوه مرة أخرى إلى سامراء. لم يعني الآن سامراء يعني رجع مرة أخرى إلى هي العاصمة نفسها. في هذه السنة بعدما تشافى أبو أحمد وأصبح يعني يستطيع أن يقود المعركة مرة أخرى، حاول أن يثبت فعل أكبر، فكان همه في شعبان أن يحرق قصر الفاسق.
إذن كأنه يريد أن يثبت قوته ويثبت قدرته على التحكم في هذه الأحوال. فأمر أول ما أمر قال الآن هذا الخبيث فترة جمادة وشعبان، جمادة ورجب وشعبان، استطاع أن يعني يعيد بناء بعض الثلم التي حدثت في المعركة الماضية، وأيضا أمر يعني بالحرب، أمر الجذافين والأشتيمين أن يحثوا السير إلى النهر الذي هو بجوى كور، وقال يعني أريد الآن أنطلق إلى الخطوة القادمة. قالوا ما هي؟ قال أن أحرق قصر هذا الخبيث. ليس الهدف فقط أنني أريد هدم السور، لا، أريد بناء أكثر. فقام علي بن أبان قال خطتنا الأولى اللي هي إجراء الماء على السباخ وحفرنا للخنادق كانت بسيطة، الآن فنوسعها أكبر. يعني كأنه يقول عملنا الأول لم يكن محكم، فهذه المرة أجروا الماء بكثرة ووسعوا الخنادق أكثر، فما كان من أبي أحمد إلا أنه هدم السور ثم بدأ يطم الخنادق والأنهار والمواضع الوعرة، وكلما هجموا على خندق كان أصحاب الخبيث يحمون عن تقع معارك ثم يرجعون، حتى يقول الراوي أنه وقع قتل وجرح عظيم في تلك الأيام، إلى أن في إحدى الأيام جرح أكثر من 2000 جريح. فهذا الأمر يعني لأبي أحمد يعني ليس بالجيد. فقام ويعني كما قدمنا يعني جعل جلود الجواميس وجعل صنوف العقاقير والأدوية، وأخذ شجعان غلمانه، وأيضا بعث إلى حذاق النفاطين الذين يعرفون أن يحذفوا بالنفط. وفي هذه اللحظة استعمل رجل قال له محمد بن سمعان، هذا الرجل كاتب الخبيث ووزيره، هذا الرجل يعني في شعبان من سنة 69 و200 يعني قد ضاق ضرعا بهذا الخبيث، وهو يعلم كان كارها، يعلم ضلالته، والذي يرجع ترجمة صاحب الزنج كان رجلا شجاعا مهيبا عالما بالسحر عالما بالنجوم، يعني ليس رجلا عادي، هو رجل كان محنك يعرف حتى الخونة من أصحابه. فهذا الرجل كان يعيش في قلق يريد الحيلة كيف يخرج منه، فلما يعني استشار بعض أصحابه قال بعض أصحابه له يعني أنت ما عندك إلا ولد، يعني لو هربت لن يضره، لكن أنا في رقبة نساء أخشى عارهن، لكن إذا ذهبت فاستعمل لي عنده عند الموفق حتى آتيه. فكان محمد بن سمعان أخذ هذا الأمان، وقام أبو أحمد بخطته الجديدة في حرق هذا الأمر، فخرج في أحسن زي وأكمل عدة وأمر الشاذوات ودخل المدينة من المعابر، واستطاع بذلك أن يقتحم دار محمد بن يحيى المعروف الكرنبائي، وأمر بإحراق ما يليه من البيوت والمنازل، حتى كانوا يطلون عليه من الرواشين ومن أبنيته، فجعلوا يحرقونهم ويصبرون عليهم لأن جلود الجواميس كانت تحميهم من الرصاص المذاب، حتى يعني ما استطاع أصحاب هذا الخبيث أن يقاوموا مقاومة عظيمة فهربوا، حتى يعني استطاع أبو أحمد أن يضرم في القصر النار، فما كان منهم إلا أن هربوا من هذه المدينة. ودخل غلمان الموفق إلى دور الخبيث ودور ابنه أنكلاي فأضرموا النار، وعظم سرور الناس، وأصبح يعني يقتلون ويأسرون ويجرحون، ويقولون أن أبو أحمد استطاع أن يخرج من النساء والأطفال الذين كانوا أسرى الشيء الكثير. وأصيب هذا الخبيث بالذعر والجلاء وتشتيت الشمل والمصيبة في الأهل والولد كما فعل بالمسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا، صلى الله على محمد، وجزاكم الله خيرا.